اكتشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وجود مفاوضات من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق الكتالوني للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعلم الأرجنتيني أن مورينيو يرى في أومتيتي القدرة على سد الثغرات الدفاعية التي عانى منها الفريق منذ بداية هذا الموسم في ظل ضعف المردود الدفاعي لثلاثية فيلو جونز وكريس سمولينغ وأولينادلوف. ويقدم المدافع الفرنسي مستويات مميزة مع برشلونة منذ انتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية، إلى أن عقده يتواجد فيه شرط جزائي قيمته 60 مليون يورو. وسيكون أومتيتي على وشك الحليل في وقت عن برشلونة في حالة عدم قدرة الفريق الكتالوني على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية 2/01/2، ورفع قيمة الشرط الجزائي به.